يقول السائل: هل الدم نجس أم طاهر؟ اشرح بالتفصيل. هذا الظاهر سؤال امتحان. الدم إذا أردنا كما قال أخونا السائل أن نشرح بالتفصيل، نقول الدم الخارج من حيوان نجس قليله وكثيره. مثاله: الدم الخارج من الخنزير مثلا أو من الكلب، هذا نجس قليله وكثيره بدون تفصيل، سواء خرج منه حيا أم ميتا. ثانيا: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت. انتبه، دم خارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، فهذا إن كان في حال الحياة فهو نجس لكن يعفى عن يسيره، نجس لكن يعفى عن يسيره. مثل إيش؟ حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت، ها؟ البعير، صح؟ البعير. طيب، الغنم هي طاهرة في الحياة نجسة بعد الموت، والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا نقول نجس لكن يعفى عن يسير. هذا اثنين. الثالث: الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، ما حكمه؟ دم خارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت، فهذا طاهر ولا يجب غسله، إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي، فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت، ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس لكنه يعفى عن يسيره. طيب، كم هذه؟ ها؟ أربعة؟ كم هذه؟ كم ذكرت من قسم؟ ثلاثة؟ طيب، من يستطيع يعيدها؟ نعم، تفضل. طاهر في الحياة وبعد الموت، ما حكم هذا الدم؟ هذا طاهر كثير ويسير، يستثنى من هذا دم الإنسان، فإنه عند أكثر أهل العلم نجس لكن يعفى عن يسير. طيب، هذا واحد. ما هو كذلك؟ كذلك معناها ما قسمناها. القسم الثاني: نعم، يكون نجسا، لا نجس قليلا وكثيرا لكن يعفى. طيب، الثالث: نعم، كثير هو قليل ولا يعفى عنه. طيب، أحسنت، اسرع. الرابع: الدم الخارج من السبيل، من سبيل الآدمي، يعني خارج من الدبر أو من الذكر، فهذا نجس ولا يعفى عن يسيره.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل. فهذه أربعة أقسام في الدماء. طيب، نقبل سؤاله هذا بدون ورقة يا جماعة؟ ما هو تعقيب هذا جديد ذا الشيخ؟ طيب، للفائدة نقبله. طيب، نقول أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره، كدم الرعاف ودم الجرح، بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء، كالقي والدم وماء الجروح وغيرها. نعم.